السلام عليكم أعزائي الطلبة، أرحب بكم في هذا الدرس. عندنا صفحة 42، شنو اللي عندنا بها؟ يقول لي revision، مراجعة. Look at the table، انظر إلى الجدول and the graph، وهذا الجراف المخطط. And answer the question below، وأجب على الأسئلة. عندنا percentage of people aged 15 and over who use mobile phones in the United Kingdom. يقول هاي النسبة المئوية للناس اللي أعمارهم 15 وأكثر الذين يستخدمون الهواتف النقالة في المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا. هاي الأعمار، أوكي، هاي الأعمار، وهاي بسنة 2001، وهاي سنة 2002، أوكي. وهذه هنا شنو؟ هذه يعني النسبة المئوية 80%، 100%، 60 إلى آخره. طيب هنا ده يقول لي what percentage of all adults aged over 15 use mobile phones in 2001. ما هي النسبة المئوية للبالغين اللي أعمارهم أكثر من 15 سنة واللي يستخدمون هواتف النقالة بسنة 2001؟ طبعا هنا الجواب مال واحد، جواب الواحد شنو؟ 67%، 67%. لو شوفه هنا أكثر من، يعني أكثر من 15، أكثر من نسبتهم 67%. أوكي، اوكي، هنا عندنا 67%، اوكي، بسنة 2001، سنة 2001. طيب what was the percentage in 2003؟ شنو هي النسبة بسنة 2003؟ اوكي، 2، هاي 75%، 75. زين، what was the increase in mobile use؟ ما هي يعني الزيادة في استخدام الهواتف for all adults، لجميع البالغين، في تلك السنتين الاثنتين؟ ايش قد؟ 8%. زين، which two age groups، ما هما النسبتان، مجموعتان، الفئتان العمريتان الاثنتان used mobile phones، اللي تستخدم الهواتف النقالة in the most، في اغلب سنة 2001؟ ايش قد هذه؟ 4، هذه من 15 ل 24 و 25 ل 34. Which age group، ما هي الفئة العمرية used mobile phones، اللي تستخدم الهواتف النقالة in the least شنو هذه؟ in 2001، اللي هي المجموعة the least الأدنى. أوكي، هاي ايش قد؟ رقم 5، 75. أوكي، الفئة العمرية 75 وأكثر. زين، هاي بالنسبة لستة. which two age groups، ما هما الفئتان العمريتان الاثنتان used mobile used mobile phones، تستخدم الهاتف النقالة in the most، في أغلب سنة 2003؟ هاي بالستة. شنو عندنا هذه؟ اوكي، الستة هذه أعزائي، الستة هذه، والخمسة قلنا هذه 75 وفوق. اوكي، هاي بالنسبة لي الستة. زين، in which age group، في أي مجموعة أو فئة عمرية اللي did mobile phone use grew، في اللي شنو؟ اللي استخدمت الهاتف النقال اللي تستخدم grew in the most between، اللي نمت واللي ازدادت بين سنة 2001 وشنو هو 2002؟ هذه السبعة هذولا، 65 ل 74. By how much did it increase in this age group؟ By how much، كم قد ازدادت في هذه الفئة العمرية؟ 8، 12%. In which age group، في أي مجموعة عمرية هل الهواتف استخدام الهواتف النقالة ازداد in the least، في الحد الأدنى بين سنة 2001 و 2002؟ هاي التسعة طبعا، 25 و 34. By how much did it increase، ايش قد ازدادت، كم هو يعني ايش قد النسبة اللي ازدادت بها في هاي الفئة العمرية؟ 4%. زين، do you think this is a similar pattern of mobile use in your country، هل تعتقد ان هذا النموذج مشابه لاستخدام الهواتف في بلدك؟ طبعا هاي للمناقشة. guess the number of mobile phone users in your class، خمن او احذر عدد يعني مستخدمي الهواتف النقالة في صفك. now check and write down، والان تشيك واكتب
the correct number, اكتب العدد الصحيح و work out the percentage واعمل على نسبة الهواتف مستخدمي الهاتف النقالة في صفك. Divide the number of mobile users وقسم رقم المستخدمي الهاتف by the total number عن طريق الرقم أو العدد الكلي ل pupils الطلبة في الصف. انتقل أعزائي للصفحة الأخرى. أوكي زين. Put the information from the graph ضع المعلومات من المخطط وال والجدول في the report في التقرير من خلال اختيار الكلمات الصحيحة وأكمل الفراغات. يقول هنا the use of mobiles among adults طبعا هنا استخدام الهواتف من بين البالغين. أوكي مو الأطفال، لا البالغين، نختار هاي باللون الأصفر في الولايات في المملكة المتحدة. أوكي روز ازداد، إذا النسبة ارتفعت، روز ارتفعت شنو؟ باي 8، طبعا 8% بتوين بين السنوات 2001 و 2002، طبعا هاي بالفراغات الحلول، من 25 إلى 34 سنة، هاي الأعمار من 25 إلى 34 سنة، وكانت النسبة الأكبر وين؟ من المستخدمين في هذه عبر هذه الفترة كلوزلي فولود، واتباعها شنو؟ اللي تلاها من ال 15 إلى 24 من الأعمار. اوكي ب 2001 84 الى 25 بالمية طبعا اللي هاي الاعمار 34 العفو هاي 25 84% للاعمار 25 الى 34 سنة حيث استخدام الهواتف النقالة و 83% للفئة العمرية اللي ادنى من شنو؟ ادنى من عدها. اوكي هذا الاختيار الاصفر. وبحلول 2003 this rose هذا ارتفع الى 88% لكل تلك الفئات العمرية. واللوست يوز ادنى استخدام للهواتف في هذه الفترة كان من الادولتس اللي اعمارهم اكثر من 75، مع ذلك among other adults مع ذلك بين اللي البالغين الأكثر عمرا used الاستخدام increased sharply ازدادت بشكل حاد going up يعني ارتفعت ب 16% و 12% من بين جميع البالغين اللي أعمارهم أكثر من 55. Among the youngest من بين البالغين الأدنى عمرا أو الأقل عمرا استخدام الموبايلات less dramatically rose ازداد بشكل شنو؟ بشكل مثير as we have seen كما رأينا في العراق. النموذج الشنو؟ نموذج الباترن استخدام الموبايل is probably شنو؟ similar هنا لو different هنا أعزائي هنا شي يقول لي من المحتمل هاي similar تكون متشابهة لو different مختلفة. هاي راح تعتمد على النقاش اللي يصير داخل الصف هنا شقد بالمية راح تكون من الصف وكانت الفئة العمرية هي من هالقد إلى هالقد هي لمستخدمي الهاتف النقال. طبعا هاي تعتمد هنا تعتمد على شنو؟ تعتمد على بالصف النقاش اللي يصير لأن هاي يعني تتعلق ب المناقشة. Study the graph and the table. ادرس المخطط والتيبل الجدول الذي يظهر السينما attendance حضور السينما في United Kingdom في المملكة المتحدة من 2001 2002. Put the information ضع المعلومات in a short report في تقرير قصير في تقرير صغير by choosing خلال اختيار the correct words الكلمات الصحيحة and filling in the spaces واملاء spaces الفراغات. هاي الأعمار هاي السنة وهاي السنة زين. هاي UK cinema attendance حضور السينما في المملكة المتحدة في هاي السنة وهذه. أوكي هنا طبعا هنا عندنا اللي موجودة راح أشوفها هنا. يقول the total cinema attendance الإجمالي حضور السينما لي البالغين. اوكي شوف هنا البالغين والاعمار الاطفال over 7 اللي هو اكثر من 7 in the UK في اكثر من 7 في المملكة المتحدة. روز شنو ارتفع ب 4% بين الاعوام هذا 2001 و 2002. اوكي زين
where the biggest ال شنو the biggest هاي الخمسة the biggest لو نشوفها الأكبر decrease بالله لحظة نعم the biggest increase هذا الاختيار الأكبر الزيادة الأكبر في الحضور كانت من بين 25 إلى 34 سنة و it was كانت 6 شنو 6% من بين شنو هاي الأعمار اللي هي شنو بالله لحظة كانت أعزائي من بين 8 لو شوفوا هنا 8 من ال 15 لل 24 هاي الأجوبة to up اوكي لا ارتفعت الى يعني 25 لا هاي الاعمار didn't change اللي هي لم تتغير حضور 25 سنه شنو went up ارتفع by 2% من بين الاطفال اللي اعمارهم شنو 7 الى 14 من الحضور شنو اللي ويعني went down وانخفض شنو بنسبة 1% went down اوكي انخفض هاي اعزائي صفحة 43 اوكي زين صفحة 44 شنو اللي بيها يقول the vowels are missing هنا حروف العلة مفقودة في الكلمات ادنى اقرأ هاي الادلة هنا واكتب الكلمات كاملة اوكي هنا اشوف هذا P STN which should the switch be in up or down which position طبعا هنا position هنا بدل هذه position which position should the switch be in up or down أي position موضع أي موضع يجب أن شنو يكون يعني أعلى أو أسفل أوكي هنا هذا شنو مختصر plug يعني معناها أدخل في شيء you have to plug in the machine يجب عليك أن تدخل ال يعني المشين الآلة لكي تعمل to make it work هاي press اضغط the red button اضغط الزر الأحمر and lift and the lift will come the lift المصعد سوف يأتي اضغط هذا شلون واحد واقف بالمصعد حتى يجي press شفت ثلاثة هاي قبالك هنا select اختار another word for choose اختار كلمة أخرى لكي choose select اختار كلمة أخرى لكي يعني تختارها أو تنتقيها هنا turn please turn the air condition on turn يعني حرك أو شغل turn بها حركة عادة تكون شون turn شون يعني عكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة هاي كلمة turn تنطينا بها مثل الفرة يعني please turn the air condition on شغل المكيف it's too hot in here الجو يعني حار جدا هنا هنا fix another word to repair أنا الفيكس يعني صلح أو صحح كلمة أخرى للتصحيح لغرض الإصلاح زين adjectives طبعا هذني كلهن شنو making machine work جعل الآلات تعمل يختص بالadjectives هنا صفات هنا رف the position of calm معاكس هذه شنو describe the sea لوصف البحر مثلا رف يجي مو خشن هائج يعني calm هادئ ورف هائج زين هنا عندك lonely وحيدا and you feel lonely انت تشعر انك وحيد if you spend too much time alone and يعني صرفت الكثير من الوقت لوحدك هنا useful a dictionary is very useful القاموس مفيد جدا when you are learning a language عندما أنت تتعلم لغة هنا the position of useful مفيد طبعا هنا wrong هنا w main لفظ نشوف هنا هاي الكلمة wrong the opposite of correct عكس صحيح wrong غلط هنا crowded مزدحم full of people مزدحم مليء بالناس crowded مزدحم هنا healthy صحي fit بمعنى رشيق اوكي رشيق او لائق healthy صحي هنا بالنسبة للانترنت هنا email message you send using the internet الرسالة اللي انت ترسلها باستخدام الانترنت email بريد الكتروني هنا download تحميل the copy information
المعلومات المستنسخة من الانترنت onto the computer إلى الحاسوب. Online, when you connect to the internet, you go online. Online يعني في يعني على الانترنت. Okay. Online تجي بالضبط عبر الانترنت أو متصل بالانترنت. عندما تكون مكنك يعني مثل ما نقول connect to the internet, you go online. هنا serve يتصفح, to serve the net لتصفح شنو؟ تصفح النت. الشبكة means to visit, أن يعني أنت visit one website, تزور موقعا إلكترونيا واحدا after another, واحد بعد الآخر. serve يتصفح. هنا website a set of pages, مجموعة من الصفحات about the particular topic, حول موضوع خاص on the internet, على الانترنت. شنو هاي website؟ website موقع إلكتروني. زين. link a link on the internet connect to another page, a link الارتباط في بالانترنت يعني يجعلك ترتبط بصفحة أخرى. اوكي يا عزيزي, هاي صفحة 44, صفحة 44. نشوف هذه الصفحة, صفحة 45, خلينا نحاول نحلها. صفحة 45. write the missing letter the beginning and the end of each word. اكتب الرسالة المفقودة في بداية ونهاية كل كلمة. the clause will help, وهاي الأدلة طبعا هاي راح تساعدك, هاي المفاتيح. could you شنو hold, تختار hold. could you hold a minute, هل يمكنك أن تبقى يعني minute. I'll see if she's in. could you طبعا hold, هل يمكنك أن تبقى لدقيقة, سوف أرى إن كانت هي موجودة في الداخل. I didn't break my leg, أنا لم أكسر ساقي. when I fell over, عندما وقعت البارحة. but I hurt it, لكني أذيتها. hurt تأذى, تأذيت. when someone dies in the water because when someone dies in the water because they can't swim, they drown. عندما شخص ما يموت في الماء لأنه لا يستطيع أو لأنهم لا يستطيعون السباحة, they drown, drown يغرق. don't worry about me, لا تقلق بشأني. I will be alright, سأكون على ما يرام. if you waste time, إن أنت أهدرت الوقت أو ضيعت الوقت, it means that you aren't doing anything good, يعني أنك يعني لم تقوم بشيء أي شيء جيد. in your time, في وقتك. another word for wait, كلمة أخرى لمعنى ينتظر. don't delay, لا تتأخر. do it today, أفعل ذلك اليوم. when you want someone to be quick, عندما تريد شخصا ما أن يكون سريعا, you tell them, أنت تقول لهم to hurry up, hurry up, أسرع أو أسرعوا. what did Edison شنو invent, ماذا أديسون اخترع؟ the electric light bulb, اخترع هذا المصباح, المصباح الكهربائي, light bulb, and lot of other things, والكثير من الأشياء الأخرى. these cakes, هذه الكعكات, contain, تحوي, nuts, تحتوي على شنو؟ النوتس, على الفستق أو شنو البندق. okay, they have nuts in them, فيها هذا بندق موجود فيها. There were so many cars, يوجد هناك كثير من السيارات on the road, في الشارع. That was terrible, the traffic, المرور, حركة المرور كانت فظيعة. You can send a text, أنت تستطيع أن ترسل نصا, using mobile phone, باستخدام الهاتف النقال. message, text message, رسالة نصية. Have you read the, هل قرأت الشنية؟ the article, المقالة about shark, حول ال القرش, اسماك القرش, in today newspaper, في صحيفة اليوم. إذن article راح تكون هنا. زين. please, طبعا you will hear some information, أنت سوف تسمع بعض المعلومات حول شنو السبورتس كلوب, حول النادي الرياضي, نادي الرياضي. اوكي. listen and complete the notes, استمع وأكمل هذه الملاحظات أعزائي. هذه هنا صفحة 45. swimming pool outdoor. okay. palm tree sports club, هذا نادي شون الرياضات يعني شون هنا موجود. palm tree sports, طبعا هي ما تترجم,
كلوب يعني نادي الرياضات، رياضة البالم تريز النخيل، يعني هنا النخيل نادي الأشجار النخيل الرياضي مثلا لكل، لأن هذا عادة يكون اسم لعنوان معين، مؤسسة معينة، أو يعني نادي معين، فيعني ما مطلوب ترجمته ذاك القد. على كل، سويمينج بول أو دور هنا في الخارج، هذا سويمينج بول حوض السباحة، لينكث طول مالته شقد 50، أوكي 50 متر. كلاس أوفرد الكلاس العرض مال الموجود، كلاسز يعني دروس اللي موجود، العرض مالتها شنو ايش تعرض، فتنس الرشاقة، ثلاثة السويمينج السباحة، أربعة اليوغا رياضة اليوغا، نمبر اوف تنس كورس عدد عدد الملاعب التنس هي شنية 5 6 6، اوكي، وهنا رقم 6 2 اندور، او الدور اللي هي بالخارج عددها ايش قد، عددها 6، واللي اندور في الداخل عددها 2. ويك داي كلوب اوبنز، هاي شو وقت يفتح النادي؟ 7 ايام الساعة بالسبعة، ويغلق الساعة بيش بالعشرة بي ام، العشرة بالليل. زين، الويك دايز طبعا الويك اند، هاي الويك دايز يعني الايام الاعتيادية، اما الويك اند العطل بيش بالعطل بثمانية، بثمانية يفتح ويغلق بيش، يغلق بالتسعة يعني بالثمانية صباحا ويغلق الساعة بالتسعة ليلا. زين، شنو اللي عندك بعد؟ برايس السعر، فول شنو؟ هاي طبعا 40 باوند 40 باوند 40 امانث في الشهر، وهاي طبعا فول بشكل كامل. اما الستودنت الطلبة ايش قد لهم؟ 25 بالشهر، اوكي. اما الناس الاخرين لا. If you join before، اذا انت التحقت به قبل الابريل 30 ابريل 30 نيسان، you get، انت سوف تحصل على 15 شنو فري جيست باسز، على 15 طبعا هذه باسز، باس ناتجي شلون تذاكر العبور، تذاكر الضيوف فري، اوكي، راح تحصل على 12 يعني 15 للدخوليه، دخوليه الضيوف مجانيه. الانفورميشن المعلومات راح تكون مثلا هنا انت تكتبها، مثلا الاسم، مثلا هنا ادم 13، مثلا صالح، مثلا هنا الاسم، العنوان كينج ستريت لندن، هنا شارع الملك مثلا في لندن، اوكي، وبوست كود هنا الرمز البريدي، بوست كود شنو هذا؟ هذا اللي موجود هنا بال 15. اعزائي لحد ال 45 نتوقف والتقيكم في درس قادم، والى اللقاء.